ضموا العثمانيين مدينة تبريز لأول مرة وعصيان الإنكشارية. بعد هزيمته النقراء أدرك الشاه إسماعيل عدم إمكانية الدفاع عن عاصمته تبريز، فتركها وهرب من أمام أحمد باشا بن دقاقين ولاذ بمدينة خوي، وقيل بل التجأ إلى درجزين في الداخل الإيراني. ويروى أنه لما وصل تبريز مع جمع من المنهزمين خرج أهلها لاستقباله وأظهروا الشماتة به بسبب ما أنزله بهم من ظلم وإجبارهم على تبديل مذهبهم، فأعطته عجوز قطعة شمم ليدفع عطشه وقالت له: غير نيتك تصب خيرا. ووقف الناس ناظرين إليه مستهزئين، وكانوا قبل ذلك لا يقدرون على النظر إليه، بل كانوا يسجدون له حين يمر بهم خوفا من قهره وسطوته وجبروته، فأسرها الشاه في نفسه حتى حين، وانتقم من أهل المدينة شر انتقام حينما استرجعها بعد فترة. وفي 4 سبتمبر 1514 ميلاديا دخل السلطان سليم تبريز في فرحتهم البالغة واجتمع بأهلها وصلى الجمعة في مسجدها بعد أن أمر بإظهار الشعائر السنية وإعادتها كما كانت قبل الصفويين. فتليت الخطبة باسم السلطان وذكر فيها أسماء الخلفاء الراشدين. أقام السلطان وجنوده في تبريز نحو 9 أيام، أعلن خلالها عن عزمه التوغل في عمق الأراضي الإيرانية للقبض على الشاه ومعاقبته وإفناء دولته، واستشار في ذلك الأمراء والأعيان، وعرض عليهم الإشتاء إما في تبريز أو في قهباغ، فرفضوا ذلك. وفي نفس الوقت ثارت الإنكشارية، ورفضت التقدم أكثر أو المكوث لفترة أطول في بلاد العدو، إذ إن المؤن قد أخذت في النفاذ، واشتد الغلاء بفعل إقدام السلطان المملوكي قنصهروري على منع مرور المؤن والذخيرة إلى العثمانيين عن طريق حلب، كما أن الشاه قرر قبل انسحابه إحراق ما لديه من حبوب ومؤن، وباتت الجيوش العثمانية متعبة بعد أن خسرت في جلديران بعض قادتها. ويرى المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي أن السبب في عصيان الجنود العثمانيون وبالأخص الإنكشارية أنهم كانوا جيشاً أوروبياً قلباً وقالباً، ومن العسير عليهم استيطان أرضاً آسيوية، فعندما اتجهوا صوب الشرق وراء الحدود القديمة للمجتمع للرومي الأرثوذكسي في الأناضول شعروا بأنهم غرباء تماماً عن تلك البلاد. أمام هذا الواقع وخوفاً من قيام الفتنة بين العسكر استجاب السلطان لجنوده وأمرائه ونادى بالرجوع، فاستولى على خزائن الشاه وأرسلها إلى إسلامبول، كما أمر بإجلاء نحو 1000 بيت من أصحاب المعارف وأرباب الصنائع من أهل تبريز، ورتب زادهم وراحتهم على أكمل وجه، وعين على رعايتهم أميراً كبيراً من أمرائه، ثم عين لهم منازل ومساكن ووظائف عند وصولهم إلى دار السلطنة، بحيث نسوا أوطانهم. وكان أبرز من أرسلهم السلطان سليم إلى إسلامبول آخر الأمراء التيموريين بديع الزمن مزرى بن حسين بايقرا حفيد حفيد تيمورلن، وكان قد لجأ إلى الشاه إسماعيل عندما طرده من دار ملكه هرات محمد خان الشيباني صاحب بخار، ولقي احتراماً من الشاه، وقد أبدى له للسلطان سليم احتراماً أكبر وخصص له راتباً كبيراً وأجلسه على عرش أقامه بجانبه. وفي 15 سبتمبر 1514 ميلادياً غادر السلطان تبريز عائداً إلى الأناضول، فلما وصل إلى شاطئ نهر الرس أمر بدخول قرية باغ للإشتاء فيها كمن عزم سابقاً، فامتنعت الإنكشارية عن ذلك بحجة اشتداد البرد وعدم وجود الملابس والمؤونة اللازمة، واتفق قادة هذه على الطائفة مع عدة أمراء ووزراء على تحويل عزم للسلطان إلى آسيا الصغر، فاضطر سليم إلى الانصياع لهم لما رأى اتفاقهم،
وكتم غيظه منهم لفترة قصيرة وأضمر لهم عقابا شديدا. عودة السلطان إلى إسلام بول وضمه بعض بلاد الجزيرة وأرمينيا. سار موكب السلطان سليم حتى بلغ رواندس، حيث عزل مصطفى باشا عن الوزارة كونه كان من جملة محركي الإنكشارية على العصيان. ثم أرسل جمعا من الجنود لضم مدينة بيبر، فسيطروا عليها دون عناء وأرسلوا مفتاحها إلى السلطان فسلمها وإرزنجا لأمير أخوره محمد باشا البيقلي، وضم إليها طرابزون وشبينقة حصار وجانية، وفوض إليه محافظة تلك للثغور لحسن تدبيره وشجاعته. وفي تلك الفترة وصلت إلى السلطان شكاوى عدد من أهالي قرى ونواحي تلك البلاد يطلبون منه إنصافهم من تطاول بعض الجنود وتعديهم على الآمنين، فغضب السلطان من هذه الأخبار وحمل الصدر الأعظم أحمد باشا بن هرسك والوزير أحمد باشا بن دوقاقين مسؤولية هذه للتعديات كونهما مكلفين بضبط العسكر ولدرايته بأنهما كان يتفقان معهم في سوء الأدب، ولشدة غضبه أمر بهدم خيمتيهما عليهما ثم أخرجهما وعزلهما عن منصبهما. بعد هذه الحادثة سار السلطان حتى بلغ نكسر، ومنها توجه إلى أمسيه وشت فيها، وتركوا العسكر للعودة إلى أوطانهم وأمرهم بالاجتماع في الربيع لغزو الصفويين مجدداً. خلال فترة اشتاء السلطان حصلت بضع وقائع أبرزها ضم مدينة بوزق وأعمالها في جنوب شرق الأناضول، وإعدام الوزير أحمد باشا بن دوقاقين بعد أن أثار الإنكشارية وحركهم على نهب بيت الدفتر داريوري باشا ومعلم السلطان حليمي لبي. وكان الشاه إسماعيل قد رجع إلى تبريز، وأدرك عزم السلطان سليم العودة إليه قريباً، فحاول من جديد أن يوقع صلحاً مع العثمانيين، فبعث إليه سفيرين هما كمال الدين حسين بك وبهراً آقا، وحملهما هدايا فاخرة، ولكن سليماً رفض العرض وزج بالسفيرين في السجن. وفي رواية أخرى أن سفراء الشاه كانوا مير عبد الوهاب التبريزي والقاضي الحاوي والمولى شكر الله المعاني وحمزة خليفة به وجمع من القزلبشيين، وأنهم طالبوا السلطان برجوع زوجة الشاه إليه إلى جانب طلبهم الصلح، فرفض وأمر بحبسهم في قلعة يني حصار قرب إسلام بول. وكان السلطان سليم أثناء عودته من تبريز قد لمس مدى كره القبائل الكردية للصفويين وكرههم للشاه إسماعيل، فأرسل إليهم المولى حسام الدين إدريس بن علي البدليسي لاستمالتهم وإقناعهم بوجوب اتحاد المسلمين للسنيين بوجه تطرف للصفويين ومغالاتهم. وفي مقابل قبولهم الانضواء تحت الراية العثمانية، قطع السلطان العهود والمواثيق للملوك والأمراء الأكراد بعدم المس باستقلالهم الإداري أو بأن يفرض عليهم أي أمر لا يرغبونه. والحقيقة أن الأكراد كانوا قد أعلنوا الثورة على الشاه منذ أن علموا بانهزامه في جلديران، يدفعهم إلى ذلك ظلمه وعدوانه الشديدين وما الحقه بهم من أذى وإهانات، إذ أسر 11 أميراً من أمرائهم رغم أنهم قدموا له للطاعة والولاء، وعين بدلاً منهم ولاة قزلبش في إماراتهم التي ورثوها أباً عن جد. وكان من أبرز من وقع في أسر الشاه أمير حصن كيف الملك خليل الأيوبي آخر ملوك بني أيوب، الذي بقي في سجنه بتبريز 3 سنوات كاملة، إلى أن نجا إثر انكسار الشاه أمام السلطان سليم فعاد إلى دار ملكه. نتيجة الاستياء العام من الصفويين في الوسط الكردي والانتظار أهالي الجزيرة الفراتية وكردستان وأرمينية من يخلصهم من التعسف الصفوي، بالإضافة لفصاحة المولى البدليسي ودبلوماسيته وخبرته بالناس وتأثير الولاية التي كان يحمل لواءها، باع
بدأت البلاد في المناطق المذكورة تنتفض وتثور على حكم للشاه، وكان في مقدمتها أمد وبدليس وأردرم وأرومي والعمادي وسعرد ومية فرق وجمة كازد وسس وغيرها، وامتدت الانتفاضة حتى مدينتي كركوك وأربيل. أما السلطان سليم فقد جدد حملته على المناطق الصفوية ما أن أقبل الربيع، فأرسل محمد باشا البيقلي لاستخلاص قلعة كمخ جنوب شرق الأناضول في جماعة من الجيش، ثم خرج هو من أمسيه يوم 18 أبريل 1515 ميلادياً، فتوجه إلى أرمينية وسيطر على مدينة أريوان، ثم سار في عقب محمد باشا ليجده قد ضيق على المحصورين بالقصف والقتال. وما أن وصل السلطان حتى فتحت القلعة بحد السيف، فأمر سليم بقتل كل من وجد فيها من القزلبش المحاربين وأسر أهلهم وأولادهم، وأمر أيضاً بتعمير القلعة وبناء برج آخر فيها لتحصينها، وولى عليها أحمد بك بن قراجين. ضم إمارة ذي القدرية. ما أن تم أمر فتح كمخ، أرسل السلطان بكلربك الرملي سنان باشا الخادم في نحو 15,000 مقاتل لتسخير إمارة ذي القدرية وأخذها من يد الأمير على الدولة بوزقوردبك. وسبب ذلك أن على الدولة لم يكتفي برفض مرافقة العثمانيين إلى حرب الصفويين كما أسلف، بل اتخذ موقفاً عدائياً من الجيوش العثمانية أثناء مرورها بأراضي إمارته، فرفض تزويد العثمانيين بالإمدادات والمساعدات، وأمر أهل مرعش ألا يبيعوا لعسكر السلطان سليم شيئاً من المأكل ولا من غيرها، كما سمح للتركمان بالإغارة على الجنود الزاحفين، وهزم طائفة منهم ونهب ما معها. وكان السلطان سليم قد أرسل بعد ذلك إلى نظيره المملوكي قنصها غوري يخبره بتصرف على الدولة العدائي، ويطلب منه كبح جماحه على اعتبار أن إمارة ذي القدرية كانت مشمولة بحماية المماليك. فأجاب الغوري قائلاً: إن على الدولة عاصي أمري، فإن قدرت عليه فاقتل. ثم أرسل كتاباً آخراً بالخفية إلى على الدولة يشكره على ما فعل ويغريه بقتال سليم ولا يمكنه من شيء أبداً. والحقيقة أن موقف السلطان الغوري هذا وتغير سياسته تجاه العثمانيين كان نابعاً من شكوكه بنوايا السلطان سليم بعد انتصاره على الصفويين، فلما ينظر بعين الارتياح لهذا النصر ولم يظهر الفرحة والسرور أو يأمر بتزيين القاهرة كما كان الحال في السابق مع كل انتصار عثماني. وفي ذلك يقول ابن إياس: فلما حضر قاصد سليم شاه بن عثمان بين يدي السلطان وقرئت مكاتبته بحضرة الأمراء، أخلع على القاصد الذي حضر بأخبار هذه النصرة كاملية مخمل أحمر كفوي بصمور عال من ملابسه، ثم نزل القاصد من القلعة ولم يرسم على السلطان بدق الكوسد بالقلعة، ولم ينادي في القاهرة بالزينة لأجل هذه النصرة، ولم يعلم ما سبب ذلك. أدرك السلطان سليم تبدل سياسة الغوري تجاه العثمانيين وأن الأخير يدعم على الدولة سرراً، فمضى في حملته لتسخير إمارة ذي القدرية، وأرسل علي بك بن شهس وصحبة سنان باشا. ولما بلغ ذلك إلى على الدولة خاف وهرب من دار ملكه البستان إلى جبل طورنه طاغ أولاً، فتتبعه سنان باشا حتى لقيه بسهل كوسون يوم 11 يونيو 1515 ميلادياً في نحو 25,000 فارس من التركمان، فاقتتلوا شديداً وقتل من الطرفين الكثير، ثم قتل على الدولة في المعركة فانكسر أصحابه وتفرقوا، وقتل جميع أولاده وأحفاده وعدد كبير من أعيان إمارته، وأسر أخوه عبد الرزق بك مع أولاده وجمع من كبار ذي القدرية.
فأرسل سنان باشا رؤوس القتل مع الأسرى إلى السلطان سليم، فما كان من السلطان إلا أن بعث برأس على الدولة وأحد أبنائه ووزيره إلى قنصوه الغوري ترعيبا له وتخويفا. ولما وصلت تلك الرؤوس إلى السلطان الغوري شق عليه ذلك واضطرب اضطرابا شديدا، وقال للقاصد: أيش أرسل لي هذه الرؤوس؟ هي رؤوس ملوك الفرنج انتصر عليهم حتى أرسلهم لي. ويضيف ابن إياس أن الغوري أمر بدفن تلك الرؤوس، وبقي حينا هو وأمراء المماليك في شدة الاضطراب والنكد، ولزم القلعة طيلة اليوم للتالي حتى أشيع بأنه مرض من شدة خوفه. وفي 17 يونيو وصل سنان باشا إلى الركاب العالي، فأكرمه السلطان ووالله الصدارة العظم. وأرسل حكام قلاع ذي القدرية مفاتيحها إلى العتبة السلطانية، فرتب فيها سليم حامياتها وأمر بتحصينها، ثم فوض ولاية تلك الديار إلى الأمير علي بك بن شهسوار الذي هو ابن أخي على الدولة. وبذلك زالت إمارة ذي القدرية وأصبحت سنجق من سناجق الدولة العثمانية، فكانت آخر ما زال من إمارات الأناضول التركمانية التي ولدت من رحم دولة سلاجقة الروم. ووجدت في خزينة على الدولة غنائم نفيسة من الجواهر والنقود فضلا عن الأمتعة والأثقال والدواب، فمنح السلطان كل جندي من جنوده 1000 درهم سوى الغنيمة، وأذن لهم بالعودة إلى أوطانهم، ثم عاد إلى إسلامبول. إعدام مثيري الفتن من قادة الإنكشارية. بعد أن وصل السلطان سليم إلى إسلامبول بفترة قصيرة، رأى أن من الضروري معاقبة كل من وسوس للإنكشارية وشجعهم على العصيان أثناء الحملة على الدولة الصفوية، خشية من امتداد الفساد في الجيوش وشيوع فكرة الضغط على السلاطين وعدم إطاعتهم. فاستدعى إليه جماعة من أغوة الإنكشارية وأجلسهم في خلوته ولاطفهم في الخطاب، وألح عليهم أن يعلموه بأسماء قادتهم الذين حركوهم على سوء الأدب الذي صدر منهم، فأخبروه أن كلا من إسكندر باشا والسكبن باشي وقاضي العسكر جعفر لبية بن تاج هم المحركين للرئيسيين. فأحسن السلطان إلى هؤلاء الآغوات، وأرسل الكثير من العطايا إلى ثكنات الإنكشارية ليطيب قلوبهم ويضمنوا استمرار ولائهم، ثم أمر بقتل إسكندر باشا والسكبن باشي. ثم دعا جعفر لبية إليه وسأله: إن كان زيد يحرك عساكر الإسلام على الفتنة ويعوقهم عن مصالح لا الدين ولا الدولة، هل يجوز قتله؟ فقال جعفر لبي: يجوز بعد الثبوت. فأمر به السلطان فقتل بعد أن عدد عليه قبائحه. وخوفا من حصول مثل ذلك العصيان في المستقبل، جعل السلطان لنفسه حق تعيين القائد للعم للإنكشارية دون أن يكون من بينهم، ليكون له بذلك السيطرة عليهم. وكان النظام السابق يقضي بتعيينه من أقدم ضباطهم. دخول كردستان وديار بك والجزيرة تحت جناح الدولة العثمانية. خلال الفترة الممتدة بين ضم إمارة ذي القدرية وعودة السلطان سليم إلى إسلامبول، كانت الثورة تعم بلاد كردستان وديار بك، وأخذ أمراء وملوك الأكراد الواحد تلو الآخر يعلنون ولائهم للسلطان سليم وتبعيتهم للدولة العثمانية. فبادر شرف بك أمير بدليس برفع الراية العثمانية على قلاع إمارته، طارداً أخاه خالد بك الذي كان أميراً على البلاد من قبل الصفويين. وكان الملك خليل الأيوبي يقاتل الصفويين أينما وجدهم بعد أن استرد حصن كيف وسعرب. واسترد أمير سسن محمد بك بلاد غرزن من أميرها التابع للشاه إسماعيل، وكذلك فعل سيد أحمد بك الزرقي الذي استرد مدينتي عتق ومية فرقين، والأمير قاسم بك الذي استعاد بلده أيل. وكذا استولى جمشيد بك المرديسي
على مدينة بلو باسم السلطان سليم، وطرب بختيبك ولجزيرة ابن عمر ومن كان معه من الصفويين في تلك الأنحاء. واسترد سيد بك بن شاهي أمير السورانيين بلاد كركوك وأربيل. ويذكر المؤرخ العثماني أحمد بن لطف الله السلانيكي الصديقي أمراء إضافيون ممن بايعوا السلطان سليم، منهم أمير خدقدود بك وأمير نمران عبدي بك والأمير ملك بن عز الدين شيربك العباسي، ويقول أن إجمالي أمراء الأكراد الذين دخلوا تحت جناح الدولة العثمانية وصل إلى 24 أميراً. وهكذا دخلت جميع بلاد ديار بكر وأغلب كردستان في طاعة السلطان سليم بسبب ما عاناه الأكراد من عدوان وأذى على يد الصفويين من جهة، وبفضل دراية المولى إدريس البدليسي وسياسته الرشيدة وهمته الفائقة من جهة أخرى. بعد ذلك أخذ المذكور يضع الأنظمة الإدارية الكافية لرقي البلاد الكردية وإزالة آثار الاضطراب فيها، فنالت هذه التدابير قبول واستحسان السلطان سليم، فأرسل إلى البدليسي هدية ثمينة عبارة عن 25,000 دوقية ذهبية، وأرفقها 17 علماً عثمانياً وهدياه الفاخرة لتوزيعها على الأمراء الأكراد، بالإضافة إلى فرمان شاهني ينص على اعتراف السلطان باحتفاظ الإمارات الكردية باستقلالها الإداري تحت السيادة العثمانية، وبحق انتقال الإمارة من الآباء إلى أبنائهم أو التصرف بها حسب الأصول المحلية القديمة، وأن على الأكراد تقديم إتاوة سنوية لبيت المال في إسلام بول تحتسب من ضمنها الصدقات والزكاة، كما يلتزم الأمراء الأكراد بتقديم عدد محدد من الجنود المسلحين في أوقات الحرب على أن يكونوا تحت إمرة بكلربك الأناضول. وخص السلطان سليم الملك خليل الأيوبي صاحب حصن كيف بالتقدير والتوقير والاحترام الزائد، وذلك إجلالاً لذكر الناصر صلاح الدين الأيوبي مؤسس السلالة الأيوبية ومحرر بيت المقدس من الصليبيين. لما بلغ الشاه إسماعيل خبر طاعة الأمراء الأكراد للسلطان سليم، أدرك خطورة الوضع وأن نظيره العثماني لن يهادنه أبداً، فأرسل اثنين من قادة القزلبشهما نور علي خليفة روملوة والي جمكازد ومحمد بكؤاي قط أغلي، وكلفهما بالإغارة على نواحي أرسنجان. وما أن علم السلطان سليم بهذا حتى أرسل إلى محمد باشا البيقلي الذي فوضه بحماية تلك الأنحاء كما أسلف، يأمره بالتصدي للصفويين، وأرسل معه بير حسين بك بن رستم، فصار إليهم خلال شهر يوليو 1515 ميلادياً، وأخذاهم على حين غرة في هضاب أواجة قرب نهر الفرات، فانزل بهم هزيمة قاسية وقتل نور علي خليفة، ورفع رأسه على رمح، فخاف بقية الجنود الصفويين وتضعضعت صفوفهم ووقعوا تحت رحمة نيران البنادق العثمانية، فكادوا أن يفنوا عن بكرة أبيهم. أدى هذا الانتصار إلى سيطرة العثمانيين على مدينة تنجلي وأعمالها، وأعلن العديد من أمراء الحصون في تلك المنطقة ولائهم وتبعيتهم للسلطان سليم، فجعل بلادهم سندقا موحداً مركزه جمكازد، وعين على إمارته بير حسين بك بن رستم على اعتبار أن والده كان آخر أمراء المدينة المذكورة قبل أن تسقط في الصفويين، فأعاد إليه السلطان بلاد آبائه ليحكمها باسم السلطنة. لم يركن الشاه إسماعيل إلى الهدوء، وهو يرى ضياع الأناضول الشرقية وديار بكر وأغلب كردستان منه، فأرسل جيشاً آخر قوامه 5,000 قزلباشي إلى حصار أمد واستردادها، وجعل على رأس هذا الجيش قراخاً أستجلوة أخا محمد خان أستجلوة
الذي قتل في واقعة جلديران بعد أن فوض إليه أمر تلك البلاد. ولما علم السلطان سليم بهذا أرسل إلى أمير أمسي شادي باشا ومحمد باشا البيقلي يأمرهما بإمداد أمد ودفع الصفويين، فخرج حتى أدرك المدينة، فهرب الصفويون نحو مردين ومنها إلى صحاري سنجر خوفاً من أن يطبق عليهم العثمانيون ويحصرونهم داخل أسوار المدينة. وبعد ذلك دب النزاع والشقاق بين محمد باشا وشادي باشا، فرجع الأخير بخمسة آلاف فارس من عسكر إمارته إلى أمسي، في حين تحصن محمد باشا وإدريس البدليسي في أمد وعقدوا العزم على الإشتاء فيها. ولما بلغ قراخاً أستجلوه عودة القسم الأكبر من الجيش العثماني، رجع بقواته من سنجر ودخل مردين، ثم أرسل إلى الشاه إسماعيل يستمده، فأرسل إليه الشاه والي همدان يكانبك وأمير القرانيين الأكراد جوق السلطان في جمع عظيم من القزلباش. وأما محمد باشا فإنه عرض الحال على العتبة السلطانية، فغضب السلطان على شادي باشا وعزله عن منصبه، ثم أرسل إلى والي القرمن خسرو باشا الدلاتي يأمره بالانضمام في عسكر إيلته إلى محمد باشا، وأرسل إليه أيضاً جمعاً من آل السباهية ولس الحدارية والإنكشارية. وفي أثناء مسير الطائفة الأخيرة نحو أمد مروا بحصن زياد وأرغني، وكانت في أيدي الصفويين بعد، فحاصروها وأخذوهما بحد السيف وقتلوا كل من وجدوا فيهما من القزلباش. وما أن وصل المدد إلى محمد باشا حتى خرج من أمد وسار لقتال قراخاً، فالتقى الفريقان خلال شهر مايو 1516 ميلادياً عند دنيصر، فاقتتلوا قتالاً شديداً، ثم أصيب قراخاً برصاصة أودت بحياته، وتم قتل من جنوده قرابة 10,000 قزلباشي، وهرب الباقين، فتبعهم العثمانيون يقتلون ويأسرون. وأرسل محمد باشا أنوف القتلى وآذانهم مع رأس قائدهم قراخاً إلى العتبة السلطانية، فوالله السلطان على ديار بك وكلفه بتسخير ما تبقى من قلاع بأيدي الصفويين، فجد في مهمته حتى أخرجهم جميعاً باستثناء حامية مردين التي استمرت عصية على العثمانيين بضع سنين أخريات بقيادة سليمان خانة وركم. يجدر بالذكر أن محمد باشا البيقلي ضم خلال حملته هذه مدينتي البيرة والرقة، فأصبحت الأراضي العثمانية تتاخم الحدود المملوكية بل تتداخل معها. وأدى هذا إلى جانب الأسباب المتراكمة العديدة إلى نشوب الحرب بين الدولتين العثمانية والمملوكية. أما بالنسبة للصفويين فعلى الرغم من قساوة الضربة التي أنزلها بهم السلطان سليم، إلا أنها لم تكن القاضية، بل أضعفت طوقهم وقضت على القوى المحلية التي أقامها الشاه إسماعيل في وجه العثمانيين، مما سمح له أن يستعيد قوته ويعيد تنظيم جيشه وبناء دولته. حرب المماليك. كان انتصار السلطان سليم في جلديران مفاجأة غير متوقعة للمماليك، ولم يستطع السلطان لوري وأمراء دولته إخفاء خيبة أملهم من نتيجة تلك الواقعة الفاصلة، فلم يبتهجوا لهذا الانتصار كما سلف. والحقيقة أن المماليك كانوا قد بدأوا يقابلون بشيء من الفتور تنامي العلاقة بينهم وبين العثمانيين منذ عهد السلطان محمد الفاتح، بعد أن شعروا بتعاظم شعبية العثمانيين بين المسلمين نتيجة فتحهم القسطنطينية وانتصاراتهم الكبيرة المتتالية على الأوروبيين في الوقت الذي أخذت فيه معالم الشيخوخة والضعف تظهر على الدولة المملوكية. فلم يطل الأمر حتى بدأ المماليك يتوجسون خيفة من العثمانيين، فتبدلت نظرتهم إليهم من مشاعر الاعتزاز إلى مشاعر الغيرة.
وكان التنافس على زعامة المسلمين قد بلغ آنذاك خلاف بين القوى الإسلامية الثلاث العثمانيين والمماليك والصفويين، ما دفع السلطان سليم إلى الاصطدام بالصفويين وتحجيم قوتهم، ومن ثم الالتفات نحو المشرق العربي للاصطدام بالمماليك. وكان السلطان الغوري يدرك تماماً أن المنتصر من الجانبين سيعمل على تصفية الموقف في المشرق عبر الاصطدام بدولته، ومن ثم كان عليه أن يتخذ موقفاً من التطورات السياسية والعسكرية، إما عبر الوقوف في صف أحد الطرفين أو عبر التزام الحيل. ويبدو أنه رأى أن انضمام المماليك إلى جانب العثمانيين يخل بالتوازن اختلالاً شديداً لصالح هؤلاء الذين قد يشكلون خطراً عليهم، إنهم أرادوا التوسع في البلاد العربية، أما انضمامه إلى الصفويين فكانت تعترضه عقبات عدة أبرزها المذهبية. لهذا فضل الغوري الوقوف على الحياد، تاركاً الدولة العثمانية وحيدة في مواجهة الصفويين، لا يهتم بنتائج ما قد يقوم به الشاه في حال انتصاره من أعمال عدوانية متزايدة ضد المماليك، لا سيما وأن الشاه بعد خسارته ديار بكر والجزيرة الفراتية والجزء الأكبر من كردستان كان يجتهد في تكوين اتحاد ضد العثمانيين من الدول الأجنبية المنافسة للدولة العثمانية، وفي مقدمتها الإمبراطورية البرتغالية التي كانت تهدد الهيمنة الإسلامية عموماً والمملوكية خصوصاً في بحر القلزم وهو البحر الأحمر والمحيط الهندي. ومن جهة أخرى أدت العمليات التوسعية العثمانية في ديار بكر وقيلقية إلى تداخل حدود الدولتين، بحيث لم يعد العثمانيون قادرون على وصل بلادهم ببعضها إلا بالدوران حول النتوء المملوكي المتمثل بأعالي الجزيرة الفراتية، والذي كان يمتد بعيداً عن عنتب ملطية إلى للشمال بين سيوس وأرزنجن. وقد شكل ذلك عقبة استراتيجية أثارت القلق لدى السلطان سليم من منظور شن عمليات أخرى في المستقبل على الدولة الصفوية. وتأكدت مخاوف السلطان لما عزم إعادة الكرة على الدولة الصفوية بعيد انتصاره في دنيسر، فأرسل الصدر الأعظم سنان باشا الخادم مع 40,000 مقاتل، وأمره بأن يسير من طريق ملطية ويمكث في حدود ديار بكر إلى أن يصل إليه الموكب والسلطاني، علماً بأن ملطية وأعمالها كانت حينذاك تدخل ضمن نطاق الدولة المملوكية. ولما وصل الصدر الأعظم إلى حدود المدينة أرسل إلى أميرها يستأذنه في العبور منها إلى ديار بكر، فلم يجبه الأمير المذكور إلى ذلك بإعاز من السلطان الغوري. وفي الحقيقة لم يكن محرك هذا الرفض سوى الشاه إسماعيل نفسه، الذي رسل الغوري والتمس منه أن يصلح بينه وبين السلطان سليم أو يمنعه من العبور إلى إيران عبر الأراضي المملوكية، فاستجاب له الغوري وحال بين العثمانيين والصفويين. ويبدو أن مراسلة الشاه للسلطان الغوري لم تكن الغاية منها إقامة حلف بين الدولتين، لأن الشاه كان يكن في نفسه كراهية للسلطان المملوكي لا تقل عن كراهيته للسلطان سليم، وإنما غايته الفعلية كانت إلهاءً العثمانيين ريثما يعمل على إعادة تثبيت حكمه في إيران. ولم يؤدي هذا التعاون المملوكي الصفوي إلا لمزيد من سوء العلاقة بين العثمانيين والمماليك، إذ عد السلطان سليم هذه المحاولة طعنة للدولة العثمانية من الخلف ومظهراً من مظاهر العداوة السافرة، الأمر الذي لعب دوراً في تسريع الحرب بين الدولتين. وفي ذلك يقول المؤرخ شمس الدين محمد بن أبي السرور البكري المصري: وكان السبب في تحرك مولانا السلطان سليم على أخذ مصر من السلطان الغوري مصافاته لشاه إسماعيل الذي كان في بلاد العجم،
لأنه من أكبر أعداء مولانا للسلطان سليم. وحين ذهب مولانا السلطان سليم لقتال شاه إسماعيل المذكور، أرسل الغوري منع القوافل من حلب عن عسكر مولانا السلطان سليم. وحين بلغ مولانا السلطان سليم ذلك، تحرك لأخذ الديار المصرية. بناء على هذا، شاور السلطان سليم الوزراء والأعيان في أمر المماليك ومدى صحة تقديم قتالهم على قتال الصفويين، فسكتوا جميعهم ولم يرغب أحد بداية دعم حرب يريق فيها المسلمون دماء بعضهم. ثم برز من بين الحضور وزير يدعى محمد باشا بن خواجة، وكان من فضلاء عصره، وقال أن الأصوب والأهم إزالة المانع الذي يمنع توحيد المسلمين في دولة واحدة، وذلك لا يكون إلا بقتال المماليك، فوافق ذلك رأي السلطان. الحرب التي صورها العثمانيون ضد المماليك كما لو أنها كانت واجباً على كل مسلم خوضها، وتمكن السلطان سليم من استصدار 3 فتاوى تجيز له حرب المماليك بحجة تعاونهم مع الكفار. بالمقابل، لم يتردد المماليك بإثارة الناس ضد العثمانيين، فوصموا السلطان سليم بالارتداد عن الإسلام، سيما وأنه يحلق لحيته ويرتدي القفطان والعمامة الكبيرة بدلاً من الملابس الإسلامية التقليدية. لكن تلك الاتهامات لم تفض إلى أي نتيجة وسط اتساع التعاطف الشعبي مع العثمانيين في الديار المصرية والشامية، فتعمد المصريون عرقلة تدابير السلطنة المملوكية للتعبئة العامة، ومن ذلك أن هجر الكثير من الفلاحين قراهم والتجأوا إلى للشام تاركين خلفهم محاصيلهم. وفي القاهرة أقفل الخياطون وصناع الأسلحة أماكنهم، وتعالت في الشوارع التهديدات والشتائم الموجهة ضد السلطان الغوري. أما في الشام فكان الوضع أسوأ، حيث أن الفلاحين الشوام لم يكتفوا بتقويض تدابير التعبئة العامة، بل أخذت قرى ومناطق بأسرها تخرج عن طاعة المماليك وتعلن ولائها للسلطان سليم، وفي مقدمتها أعمال حلب. ويذكر ابن إياس أن سبب هذه النقمة في الشام تحديداً هو تعسف واستبداد نواب للسلطنة. ويضيف المؤرخ التركي يلمز أستون أن من أسباب النقمة في مصر انفصال سلاطين وأمراء وأشراف المماليك المتأخرين عن واقعهم وعن شعبهم، فكانوا على سبيل المثال يظنون أن قدراتهم العسكرية ما تزال كما كانت زمن السلطان الظاهر بيبرس، كما لم يكونوا ملتحمين بلا الشعب ويستشعرون الامتياز عن عامة ألا الناس، بحيث أن أكثرهم لم يكن يفهم العربية، وكانت لهم امتيازاتهم الإقطاعية الكبيرة التي كفلت لهم حياة مرموقة رغم تدهور اقتصاد الدولة المملوكية في تلك الفترة. يقول العلامة محمد كرد علي: كانت الشام أخت مصر في آخر الدولة الشركسية، تقاسمها شقائها شق الأبلمة، فيستبد بالمتغلبة من المماليك بالأحكام بحسب ضعف صاحب مصر وقوته، والصالح في نوابها وملوكها قليل. ولم يسعد القطران بعد فتنة تيمورلنك بسلطان عادل يطول عهده ليعرف مواقع الضعف فيسد خللها ويزيح بحسن الإدارة عللها. أحس أكثر الناس بما عرض للدولة من الضعف، فأخذوا يتطلعون إلى الدولة العثمانية، وكانت إلى الشام ومصر أقرب الدول الإسلامية الكبرى، وقد وقرت في النفوس منذ أسس بنيانها السلطان عثمان التركماني. ولم يقتصر انتشار المشاعر المعادية للسلطنة المملوكية في أوساط العامة فحسب، بل انتقلت إلى صفوف الجيش، فانخفضت درجة الانضباط بصورة كبيرة، وأخذ الجنود يتمردون ويعيثون فساداً في الشوارع، وانضم إليهم بعض أمراء المماليك وصاروا يصيحون مطالبين للسلطان بلا السير على نهج أسلافه ووضع حد للظلم.
ورفض قرابة 1000 جندي مغربي كانوا نواة مدفعية المماليك الاشتراك في القتال عموماً، وأعلنوا أنهم لن يحاربوا إلا الإفرنج ولن يرفعوا السلاح بوجه إخوانهم المسلمين. أدت تلك المشاعر التي اجتاحت البلاد والعباد إلى إعدام عدد كبير من أمراء المماليك بتهمة الخيانة، فما كان من نتيجة ذلك إلا أن أخذ عدد منهم يتواصل سرراً مع العثمانيين ويزود السلطان سليم بمعلومات عن الأوضاع في مصر. وكان في مقدمة هؤلاء الأمير خايربك الجركسي نائب للسلطنة في حلب، بل إن العلماء في مصر التقوا سرراً بالسفير العثماني واشتكوا له من الأوضاع والمظالم التي طالت الرعية في عهد السلطان الوري، وأعلموه أنهم ينتظرون السلطان سليم ليأتي وينتشل البلاد مما هي فيه. وكذلك فعل علماء وأعيان وقضاة وأشراف حلب، فبعد أن اجتمعوا وتدارسوا الوضع قرروا كتابة عريضة باسم الأهل ضمنها مطالبهم للسلطان العثماني، وذكروا فيها أن أهل الشام قد ملوا من تعصف المماليك، وأن رجال الإدارة والحكم يخالفون للشريعة الإسلامية، وإنهم مستعدون للترحيب بلا السلطان إن رغب بلا السيطرة على الديار الشامية. وهكذا ساهمت جميع هذه العوامل المشجعة إلى التعجيل بمضي العثمانيين قدماً في مشروع القضاء على الدولة المملوكية وضم المشرق العربي. واقعة مرجداب. تقابل الجيشان العثماني والمملوكي في مرجداب شمال حلب يوم الأحد 24 أغسطس 1516 ميلادياً، وقبيل المعركة كتب السلطان سليم إلى لوري لآخر مرة يعاتبه ويعلمه بأن النصر سيكون في جانب العثمانيين وأن عاقبة ظلمه ستحل عليه. واللافت أن كتاب السلطان سليم هذا لم يتضمن تبجيلاً وتعظيماً لغوري في بباجته كما في المراسلات السابقة بين العاهلين، وإنما افتتحه سليم بقوله إلى قنصوها لوري أصلح الله شأنه كما كتب بالتركية وليس بالعربية. تألف الجيش العثماني من قرابة 60,000 جندي و150 مدفع بحسب التقديرات المعاصرة، بينما كان يقدر عدد الجيش المملوكي نحو 20,000 جندي، بينهم قرابة 5,000 مملوك من جملتهم 944 مملوكاً سلطانياً وهم مماليك الغوري نفسه، وكذلك أعداد من البدو والتركمان إلى جانب جنود المقاطعات الشامية والمصرية. ولم يستخدم المماليك المدافع والبنادق في حروبهم الميدانية، بل إن جماعات كبيرة من جنودهم لم يكن لها عهد بالسلاح الناري، وكانوا متشبثين بالعرف القديم القاضي بأن الشجاعة والبطولة الشخصية هي العامل الفاصل في القتال. وقف نائب دمشق الأمير سيبي في ميمنة الجيش المملوكي ونائب حلب خايربك الموالي سرراً للعثمانيين في الميسرة، وكان السلطان قنصوها الغوري والخليفة العباسي في القلب، وحولهما مشايخ الطرق البدوية والقادرية والرفاعية. وقيل أن أول من برز إلى القتال كان الأتابكي سدون العجمي ونائب دمشق سيبي والمماليك القرانصة، فقاتلوا قتالاً شديداً وتمكنوا من دفع العثمانيين وقتلوا منهم فريقاً، لكن ما لبث أن استعاد العثمانيون زمام المبادرة وتمكنوا بفضل تفوقهم العسكري والانقسام في قيادة المماليك العليا من دحرهم والفتك بهم. فقتل الأتابكي سدون العجمي وقتل سيبي نائب دمشق، فانهزمت الميمنة وفر من بها من العسكر للنجاة بأنفسهم. وفي هذه الفترة التي تحرج فيها القتال سحب خايربك نائب حلب وقائدنا الميسرة القوات التي تحت إمرته، وأشاع هزيمة المماليك قائلاً الفرار الفرار، فإن للسلطان سليماً أحاط بكم وقتل الغوري والكسرة علينا،
وأحدثت هذه الشائعة أثراً خطيراً، فأخذت الكتائب والفرق المملوكية تنسحب رويداً من المعركة. وحاول الغوري تثبيت العسكر وأخذ يستغيثهم، لكن أحداً لم يجيبه، وعلى الغبار بين الجيشين بحيث صار الجنود لا يروي بعضهم بعضاً. وتتفق جميع المصادر على أن السلطان المملوكي لقي حتفه في هذه المعركة، أما كيفية وفاته فغير معروفة، فيقول ابن إياس أن الغوري لما تحقق له الانكسار، أصابه فالج في الحال، فطلب ماء ليشرب، ثم مشى به حصانه خطوتين فانقلب على الأرض ومات، وقيل فقعت مرارته وخرج دم من فمه، وقيل أيضاً أنه انتحر في ساعته. ويقول منجم بشي أن كرة مدفع كبير سقطت قرب الغوري، فعرضه اضطراب شديد من هولها، فخرج من بين عساكره هارباً، لكن جسده لم يسعفه على الابتعاد كثيراً من هول الصدمة، فطلب من غلامه أن يبسط له فراشاً قرب نهر ليتوضأ، فنام عليه وتوفي ساعة إذ. ويقول ابن إياس أن أحداً لم يعثر على جثة الغوري، ولا يعرف ما حل به، فكان الأرض قد انشقت وابتلعته في الحال، في حين يقول منجم بشي أن جووشا عثر على السلطان الغوري ميتاً على فراشه، فقطع رأسه وحمله إلى للسلطان سليم على أمل أن يحسن إليه، فغضب عليه للسلطان لقطعه رأس الميت ومخالفته قواعد الأدب مع الملوك وإن كانوا أموات، فأراد قتله، ثم شفع فيه الوزراء، فاكتفى بعزله عن وظيفته. وقد امتدت هذه الواقعة من الضحوة إلى العصر، وتتبع العثمانيون فلول المماليك المنهزمين يقتلون منهم ويأسرون، وحاول هؤلاء الدخول إلى حلب لولا أن أغلق الأهالي أبواب مدينتهم في وجههم، فاضطروا إلى الهرب نحو دمشق في ظروف قاسية. وغنم الجندل العثمانيين جميع ما في المعسكر المملوكي من سلاح وأرزاق ومال وتحف، فكانت مغانمهم لا حصر لها، وأقام السلطان سليم في سرادقة السلطان الغوري قبل أن يأمر الجيش بمتابعة الزحف نحو حلب. وكان من أبرز أمراء المماليك الذين قتلوا في هذه المعركة، إلى جانب سدون العجمي سيبي نائب دمشق، أقبي الطويل، وتمرز نائب طرابلس والشام، وطربيه نائب صفد، وأرسل النائب حمص. ووقع الخليفة العباسي محمد بن يعقوب المتوكل على الله في أسر العثمانيين، فأحاطه السلطان سليم بالتكريم وجلس بين يديه، وأنعم عليه بمال ورده إلى حلب، ووكل به أن لا يهرب، أي وضعه في إقامة جبرية بالمدينة، ثم استعد ليسير بجيشه ويدخلها.